السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الاثنين 30 مارس 2020 والساعة 9:55 و56 دقيقة تقريبا 10 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب والفيسبوك. أزل في اللون إخواني. كانت هناك اليوم زيارة لما يسمى بالوزير الأول جراد إلى البليدة، قالوا أيضا ربما تيبازا. وخلال هذه الزيارة أول شيء لفت انتباه الناس هو اللباس. لباس الوزير الأول ومن معه، في حين أن لباس الدكتور اللي كان معه كان في حالة واضح الفرق، فرق معتبر. خلينا نشوفوا اللباس تاع الدكتور. مش عارف إذا المراسل أصل لي أيضا. هذا هنا الكلام. إذا أول حالة اللباس، لباس تاع، نتمنى على المساعدة أن يبعث لي الصورة اللي فيها الدكتور مع وقف مع الجراد والوزراء أو المسؤولين اللي كانوا معه. من الصورة كان واضح أن هناك خلل، وخلل واضح. وهذا الخلل أنه في حين أن الدكتور طبيب اللي كان يتحدث معه كان لابس لباس جوتابل فوق لابافيت كما يسموها جوتابل، كان الجراد أي لابس لباس وكأنه أسترونوت. لباس عادي في بلدان أخرى، هذا هو اللباس اللي واجهوا به الكورونا. لكن اللي كان لفت انتباه الناس هو كيفاش أن جراد اللي جاي في زيارة خاطفة تاع ساعة أو ساعتين يلبس ذلك اللباس، في حين أن الدكاترة اللي يقاوموا ويواجهوا ومعاهم سلك شبه الطبي بكل تفصيلاته من آخر عساس إلى أكبر ممرض وما عداهم من التخصصات، ويجدون أنفسهم في كثير من الحالات بدون ماسك يطلبوا لبافيت. الصورة في الحقيقة تحدثت عن نفسها، إذا وصلتني نزيد نوريها لكم. بكل أسف وألم يعني. نشوف. نعم، هاي هنا الصورة. هاي الصورة متاع المسؤولين والأطباء. طبيب واش لابس والمسؤولين واش لابسين. ربما تبان هنا أكثر للفيسبوك. لكن ليس هذا فقط اللي لفت انتباه الناس، اللي لفت انتباه الناس صورة أخرى أيضا لا تقل في الحقيقة مأساوية، وهي هذه الصورة نتاع رئيس الحكومة بعد أن رفع يديه على أساس أنه قرأ الفاتحة. ارتكب خطأ فادح وهو اللي مغطي روحه من رأسه إلى خمس قدميه بأن قام بتقبيل يديه، تقبيل يديه بعد الفاتح. وطبعا بتقبيله يديه فإن يكون كل هذاك اللباس ما عنده حتى معنى، ويكون ليغو ما عنده حتى معنى، لأنه باختصار بسيط الحد الأدنى لكل الناس تعرفوا الآن هو أنك على الأقل ما تلمسش فمك، أنفك، عينيك، أذنيك إذا كنت لمست بيديك أجسام خارجية. فهو طبعا أعطى مثال آخر اللي هو مثال اللي ممكن الناس يأخذوه وإذا به يمس شفتيه وفم وجهه بهذه الصورة. إذا رحنا للمضمون على السريع،
نجده أنه قال كلام جميل، قال كلام جميل. خلينا نقرأ لكم جزء منه، من بين الكلام اللي قالوا في البليدة: نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة، إذا ما أضفنا لها هيبة التضامن التلقائي الذي عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل التراب الوطني، لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة، مشددا على أن الدولة الجزائرية، وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط، لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء. هذا هو جزء من الخطاب. بعدين عاودوا تشوفوا جزء واحد آخر، خلينا نشوفه، وهو اللي يقولك أنه لن تتخلى، أن لن نتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء. خلينا نشوفوا مدن أو خلينا نشوفوا أسر جزائرية ما هي لا في الجبال ولا في القرى ولا في الصحراء. خلينا نشوفوا هذه الأسرة اللي هي مش بعيدة كثير على أن يقيم جرة. عفوا، عطيني هذيك تكفريوها من عندكم. قالونا دبروا راسكم به، هذا مات بالكورونا، قالونا دبروا راسكم به. وانت بريزيدون هاك مريح في الكرسي، هاك توري في الصباح، ها مشغولكم كوا كاين كلش، ما كاين والو. اهبط في التيرا تشوف وتسمع بعينك، وانت على بالك بلي ما كاين والو. بريزيدون ديالهم ماشي بريزيدون ديالي انا ما عنديش بريزيدون كاع، انا بريزيدون ديالي والله. هذا الشخص اللي يتحدث توفى لهم قريب، في وين؟ في مايو باب الوقت. يعني هذه جراد، هذه ماهيش في الصحراء، ماهيش في الجبال، ماهيش في القرى، هذه في قلب العاصمة، وهذه شهادة إنسان من قلب العاصمة. خلينا نشوف حالة أخرى. هذه الحالة حتى يقولك ما عندوش لي مويا، يا ربي دير الواحد فينا وما يحكموناش، باسكو كاين الغاشي، هما ديجا انونسيو على 11 واحد وزوج قال لك دي كاشويه غراف، وحنا دركا رانا 3 تاع الصباح من 12 رانا في لومبيلونس، 12 تاع الليل رانا في لومبيلونس. ما حوسوا، ما دارونا لي غادي نورمال، بصح ماشي حال كيما راهم يقولوا بلي كاين لي مويا، ورانا دايرين احتياطنا ودايرين الواجب تاعنا ومنهم. مانيش عارفه، ما شفناش كانوا يهضروا، ما نكذبش عليكم، ما كانش، ما شفناش. حنايا هنا في لومبيلونس 4 سوايع في لومبيلونس، صغير كاع عنده 3 سنين، طفله عندها 5 سنين، طفل عنده 8 سنين، والستريس خلي غير الستريس بزاف. هذه أسرة كاملة وضعوها في سيارة نتاع أمبيلونس، في الوقت اللي كانوا يتكلموا فيه كان عندهم حوالي 4 ساعات، وأسرة من 7 أشخاص. طبعا هذه ماهيش في الصحراء، ماهيش في الجبال، ماهيش في القرى، هذه في 5 مليانة، 5 مليانة لا تزيد عن 100 كيلومتر، ربما حتى أقل من 100 كيلومتر عن العاصمة. هناك حالات أخرى، لكن خلينا نكتفوا في هذه الآن، نكتفوا بهذون فقط اللي قدمتهم له لجراد. لماذا نقدم لهم هذه الأمثلة؟ أول شيء باش يتوقفوا عن الكذب، لأن ما يقولون في تلفزيوناتهم وفي مواقعهم وذبابهم وأذنابهم وجرائدهم ليس هو الحقيقة. وبالضبط في الجزائر رأوا فيه هجوم شديد على الفيسبوك،
إذا انقطع إخواني روحوا إلى اليوتيوب. إذا قلت الناس عايشين في الأرض في بلد بالذات تسمى الجزائر وهم عايشين في عالم آخر، عالم كلوب دي بان، عالم كل شيء متوفر، عالم ما يخص ولا شيء، عالم خيالي. إذا نريدهم أن يتوقفوا عن الكذب، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا نوجه لهم هذه الأشياء فلكي الناس تشعر ولو من خلالنا ولو من قناة من عندي أو من عند إخواننا الأحرار الذين يحاولون أن يساعدوا بركت يا عز الدين، أن يساعدوا بنقل الحقيقة حتى الآخرين على الأقل يسمعوا صرخاتهم وأهاتهم وأوجاعهم وألامهم. الأمر الثالث، أن حتى يعرف الجزائريين الحقيقة، لأنهم تعودوا في زمن اللي كانت فيه القنوات نتاعهم وحدهم واللي كانوا يقولون الحقيقة هم يقولون ليس ما يراه الناس. إذا هذا من أجل الحقيقة للجزائريين ولغير الجزائريين. السبب الرابع هو أن الناس على الأقل حينما نقولهم هذا الكلام وننقله لهم لعلهم يعدلوا. شفنا عدلوا في بعض الأشياء عندما الناس واجهتهم بالحقيقة على الأرض، عدلوا في بعض الأشياء، ما زال التعديلات بسيطة ومحدودة وما زال الكذب مستمر، ما زال وما زال أشياء كثيرة سنفضحهم وسنكشفهم من أجل تصويبهم، من أجل نحن هنا لسنا لكي نسجل عليهم أهداف. هم أصلا وش سجل على أهداف على نظام غير شرعي، نظام ولد ميتا أو حكومة ولدت ميتة، جماعة ولدت ميتة. أغلبية الشعب كانوا ضدهم، مش فقط كانوا ما انتخبوهمش، كانوا ضدهم في الشارع. إذا نحن لا نحتاج أن نظهر أنهم غير شرعيين أو هذا كله معروف للناس، إنما إذ نقدم هذا فإننا نقدمه لكي أساسا أن يقوموا بالحد الأدنى وما يبقاوش يكذبوا، لأن ذلك نشوفوا أكاذيب أخرى أيضا فيما قال. ونتمنى على المساعد أنه إذا لم يرسل لي من قبل يرسل لي صور نتاع الناس متضاربة على السميد في الخروب وفي أماكن أخرى في الجزائر. العفرون هاي موجودة هنا أمامي. إذا خلينا نزيد نسمعوا هذه من البوليدة. هذه أيضا صرخة أخرى يصرخها هذو ليزاجون كما يسموهم، ليزاجون تاع المستشفيات ونتاع الشوارع اللي يخدموا وتاع الأمن ومدنيين يعني، وكيفاش يتألموا لأحوال الناس، خاصة الناس. شنو هذا اللي كان يبكي؟ قال لك يجي راجل كان جاه يبكي ما عندوش الأكل في الدار. وهذه تاع الأكل في الحقيقة راهي في عدة حالات. إذا هذه في البليدة يا جراد اللي كنت فيها اليوم. يضيف جراد فيما قالوا اليوم، أنا أقرأ لكم من ما يسمى ب شكرا يا أمينة، مما يسمى ب الوكالة الأنباء، دائما ننقل عليهم في الغالب حتى ننقلوا من مصادرهم الرسمية. وأوضح الوزير الأول أنه تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية
والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي، قائلا إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية. شوف يا جرات، هذا الكلام جميل لكن الواقع شيء آخر. أنا شفنا جزء من هذا الواقع، وراهم كثير من الناس اللي على الفيسبوك ولا على اليوتيوب على التويتر اللي راهم يقدموا في صور للواقع للشيء ولما تقولونه شيء. أكثر ما يجن الناس هو الصورة الوردية اللي تقدموها في القنوات. شكرا يا مية. هو الصورة الوردية اللي تقدموها في القنوات واللي قدمها ذبابكم أيضا، هذا اللي يزيد يجن الناس. لأن مرة أخرى نقول لك، لو كان تقولوا للناس أوضاعنا سيئة، ظروفنا سيئة، ونحن نجتهد، وبالفعل الناس تراكم تجتهدوا وتضعوا المسؤولين اللي هم يستاهلوا المسؤولية في أماكن المسؤولية، فإن الناس ستتفهم. لكن عندما تقول هذا، نحن كجزائريين شفنا ما كان يقع في رمضان مع قفة رمضان. شفنا قفة رمضان، كل عام الجزائريين كانوا يشوفوا فضايح، كانوا يشوفوا إهانات، كانوا يشوفوا إذلال لقفة رمضان، للناس في قفة رمضان. وشفنا كيفاش ما كناش لا في عهد الوباء هذا ولا في عهد انهيار البترول. لا لا، سعر البترول كانت ما زالت فوق 60 دولار، وفي فترة معينة وصلت إلى 147 دولار. حتى البترول الجزائري تجاوز 150 دولار. ومع ذلك شفنا كيفاش كان يتم التعامل، شفنا كيفاش كانت تنقل قفة رمضان، كيفاش في كثير من الحالات في شاحنات نتاع المزابل، وشفنا كيفاش كان يتم التعامل مع الناس، وكيفاش كان يعطوهم في الغالب سميد مكوز، روز مكوز، قهوة قديمة، أتاي قديم، سكر فات عليه الحال، وهكذا. هذا كي تقول انت بأننا نقوم ما نقوم، احنا عارفين انكم نفس النظام، نفس الجماعة اللي كانت حاكمة، تغيروا شوية صور فقط، شوية أسماء. سيستم مريض. قضية لا تتعلق فقط برحيل الأسماء. رحيل الأسماء شيء جميل، لكن لا يكفي. لأن النظام ككل، كسيستم مريض، معفن، وصل إلى درجة من التعفن. فأنت درك كي نجي نشوفوا من هم المسؤولين على مستوى الولايات، على مستوى الدوائر، على مستوى البلديات، نفس اللي كانوا موجودين أيام بوتفليقة. ممكن تغيروا 10%، 20%. وحتى اللي تغيروا منين جبتوهم؟ جبتوا من نفس الخزنة، من نفس المكان. فبكل أسف هذا الكلام اللي تقولوه والناس تشوف الواقع، وما زال رانا غير في الأسابيع الأولى، يعني هذا عندنا 10 أيام تقريبا، البليد نظن عندها في حدود 10 أيام اللي راهي تحت، أو أسبوع حتى اللي راهي تحت، اللي أصبح حجر كامل وغلق كامل. ثم تبون قبل 4 أيام ولا 5 أيام يعرض في المساعدة على الرئيس الموريتاني، ورئيس الموريتاني قال له شكرا، لكن رئيس الموريتاني ما قالوش شكرا وحبس، خرج بعدها باش يقول للشعب الموريتاني هاي المساعدات، كذا أسرة فقيرة سنتحملها، كالكهرباء، الماء، كذا. يعني قدم موريتانيا فقيرة جدا مقارنة مع الجزائر، ومع ذلك ما جاش قال لهم هنفتحنا بنك تبرعونا. واليوم نشوف تاع وزير، شكرا يا طارق، نشوف تاع وزير الشؤون الدينية يقول لك راح نتبرع ب 10% من اموال الزكاة. لا، موريتانيا اتخذت الدولة، مش نحكي لك على بريطانيا، موريتانيا، ولا على كندا، ولا على الولايات المتحدة، لا مش هذول، طبعا هذول في عالم اخر يعني، مش راح نقارن نفوسنا بهم، لكن تكلموا على موريتانيا اللي هي انت كلمت رئيسهم باش تساعدوا. اقدم على خطوات عمليه، اعطوني انتم خطوه عمليه واحده قمتم بها فيما يتعلق بالناس، واحنا نعرفوا انهم بالملايين اللي ما عندهمش دخل. الناس اللي ما عندهمش دخل، اللي كان ما عندهمش دخل وكان كما يسموها الجزائريين بالدار جاي نافيغو، كل يوم يجيب نهاره، مش عارفين مساكن. اعطوني في الناس اللي مصابين في اجسادهم
وهم اكثر من 12% من شعب الجزائر، يزيد قليلا عن ربع مليون من اللي مصابين في اجسامهم او في عقولهم، اللي يسمى اصحاب الحاجات الخاصه. راكم تعطوهم مليون 10000 دينار اللي هي 50 اورو في الشهر. ما معنى 50 اورو في الجزائر اليوم؟ اعطيني ما هو الحل للملايين تاع الجورنالي، تاع الناس اللي يخدموا باليوميات، الماسون والبانتر والمونوفري والسائق يخدم باليومية ولا يخدم بالأسبوع ولا نهار كاين الخدمة نهار ما كانش أصلا من قبل، وشنو الحل معاهم؟ أعطيني ما هو الحل لتبون اعترف بأن على الأقل ثلث الجزائريين تحت خط الفقر. أعطيني ما هو الحل لهؤلاء الثلث الجزائريين اللي هما في حدود أقل شيء 12 مليون في داخل البلاد، هذا باعترافكم أنتم، نحن نعرف أن خط الفقر أكثر من ذلك. ما هو الحل؟ شكرا يا بجاية. ما هو الحل؟ هاي الأفعال، نريد أفعال، ما هوش كلام في قالك التضامن والتضامن بفروعها المحلية. فروعها المحلية الناس تعرف وش معنى الفروع المحلية، الناس تعرف وش معنى البلديات. وعطيتكم مثال واحد نتاع قفة رمضان، نقدر نعطيكم أمثلة كثيرة جدا. الأغلبية اللي اليوم يقودون البلديات، أنتم قبل شهرين أو شهر حتى مطلعين معلومة تقول أكثر من 800 رئيس بلدية إما في السجن أو متابع قضائيا، معنى أكثر من نصف رؤساء البلديات، وهذول اللي ما عندهمش معارف، لأن عندهم معارف أصلا ما يتبعوهمش. كيفاش رؤساء البلديات نتاع هذا الزمن نتاع الجنرالات ونتاع بوتفليقه رايحين يقدموا شيء جميل يعني، على استثناءات قليله. في احسن الحالات نحي 10% من البلديات ومن الولايات. يعني من 48 ولي تقدر تلقى 5 ولات يصلحوا. ومن 1571 بلديه ورئيس بلديه تقدر تلقى ممكن 150 او 160 يصلحوا. في أحسن الأحوال. إذا ما عندكش منظومة محلية تقوم بها ولا منظومة مركزية. يا نص الوزراء ورؤساء الحكومات في السجن باعترافكم أنتم، رئيس البوليس في السجن، رئيس الجدارمية في السجن، رئيس مخابرات في السجن هو واللي قبله. إحنا أمام دولة لصوص. لذلك أي كلام، شكرا يا ألجيريا، أي كلام على أنها موجود والآليات التضامن بفروعها المحلية استجابت لاحتياجات الأسر المعزولة أو للاستجابة، مش رايحين. خلوا الشعب هو يستطيع أن يقدم، نعم شعب منه ليه، نعم يستطيع أن يقدم ويقدم الكثير. شعب راه مقيد اليوم، شفنا البارح أحوال البليدة، الحمد لله أنهم استمعوا، أو أول مبارح لما شفنا كيفاش كانوا الناس في البليدة، حتى الخباز اللي جاي باش يطيب الخبز ما عطاولوش لوتوريزاسيون باش يتحرك. الحمد لله لعلهم استمعوا خلوا شوية رحمة ربي تنزل. اليوم كان فيه من بسكرة، بارك الله في أهل بسكرة. أهل بسكرة نعم هذا هو. دخول قافلة المساعدات من ولايات أخرى لولاية البليدة على المباشر. الحمد لله أبداو يفتحوا، أونفا بداو يفتحوا الطرقات، المأونات الحمد لله، صافي بليزير. الحمد لله أنه فتحوا طرقات المعونات والمواد الغذائية تدخل كما هذه قافلة دخلت من ذخرة، دخلت من بسكرة، فتحوا لها المجال باش تدخل الحمد لله. مع المباشر راكم تشوفوني باب 6، هذه أول قافلة دخلت لولاية البليدة. حي الله أحرار بسكرة، وحي الله رجال ونساء وشرفاء بسكرة والذين تقدموا بهذا. إذن الشعب ممكن، نعم الشعب ما عندوش مشكلة، يستطيع
اللي راه عائق امام الشعب اليوم هو شيف دائره، هو الكوميسار، هو نتاع الجدارميه، هذا اللي راه عائق. الاداره الامنيه والاداره المحليه هي العائق الحقيقي امام الناس. المشكله حتى تاع المستشفيات، الشعب مستعد ويستطيع ان يحل المشكله حتى في المستشفيات. يكفي فقط ان اللي يكون رئيس مستشفى الناس ثق فيه، تعرفوا انه انسان خدام، انسان كفؤ، انسان عارف كيفاش يدير الموضوع، فالناس تتبع وتسمع. اما انا تحطوا اللصوص والناس يعرفوهم اللصوص وفجار ومرتزقه وسكرجيه، مش راح يروحوا بعيد، مش راح يروحوا بعيد، مع انه لا كثير او بعض السكرجيه اللي قد يكونون اشرف من هذا المسؤولين، قد يكونون اشرف منهم لان يتالموا لما يحدث لبلادهم ومش قادرين يديروا شيء. لكن خلوا الشعب في مجموله، خلوا الشعب في مجموعه يقوم بالدور. اما الكلام اللي راكم تقولوا فيه فهو بعيد عن ما يحدث على الواقع، بعد الشمس عن الارض، بعد السماء عن الارض. وطمأن السيد جراد المواطنين بأن الجزائر والحمد لله في مأمن من أي نقص في المواد الغذائية ومخزوناتها، كما الشأن في وسائل إنتاجنا للاستجابة لحاجيات الغذائية على المدى البعيد. خلينا نشوفوا إلى هذا التطمين صحيح ولا في شيء آخر. هذه الخروب، ما 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 من عند خونا مصطفى بسطامي. هذا عندما يكون الناس هكذا يعني متجمعين بالعشرات أو بالمئات، يعني كورونا يولي في حالة هائلة. يعني المرض هذا يولي ما مرتاح تماما. كيفاش رانا نقولوا يا أخي لازم الناس يقولوا على أقل بعيد متر أو مترتين من بعضهم؟ كيفاش هذا؟ من سمح بهذا؟ وقلنا لكم من قبل راكم تقدموا هذه باش توروا للشعب ما يسواش. الشعب رانا شفناها في بلدان مثل هذه بريطانيا، والشعب البريطاني اللي معروف بأنه على مستوى عالي من التمدن، ومع ذلك حينما شعرت الناس أن الأمور خطيرة شفنا الناس تدازوا في الأيام الأولى، وبعدين بسرعة، لأن كاين نظام حكم شرعي وكاين أجهزة محلية وكاين تنظيمات، بسرعة استطاعوا أن يتحكموا في الوضع وعادوا يتحكموا في الوضع. وعادت المواد، صحيح ارتفعت بعض الأشياء ارتفعت قليلا، لكن في أغلب الأشياء متواجدة ومتوفرة لأنهم تحركوا، لأن لديهم سيستم يشتغل. إذن في أي مكان في العالم عندما يشعر الناس بالنقص فإن الناس ستتزاحم، ستتنافس، ستتصادم. وهنا شفنا هذا الموضوع تاع السميد في عدة مدن. خلينا ننزلوا نشوفوا في مكان آخر. ربما نشوفوا في مكان آخر. المرض يزيد الحاجة. في العفرو. لجل السميد. على جال السميد يا الزواب ولا مساكن هذو تبون قالكم مخرجكم الغرقة العذرون يا الله هاني صور خويا هاي العفرون هذه مش نتكلموا على أدرار ولا بشار ولا ثمن راست ولا ورقلة ولا حتى سعيدة، ولا نتكلموا على العفرون أقل من 100 كيلومتر من المكان.
شكرا يا رشيد. من العاصمة إذن الكلام شيء والواقع شيء. أنصح جراد بأن يغير هذا الأسلوب، هذا الأسلوب سيؤدي إلى ثورة جائعين، إلى ثورة غاضبين وجائعين. مرة أخرى نأكدها لكم، الطريقة اللي راكم ماشيين بها خاطئة. أطرحوا الأشياء كما هي، المشاكل كما هي، واستعينوا بالشعب، استعينوا بالناس اللي الناس تثق فيهم. إذا راكم حابين ديروا حاجة ننصحكم بشيء، كثير من الأحرار قالوا لي ما تزيدش تنصحهم خليهم يغرقوا. لا، احنا لا نريد لشعبنا أن يغرق، ولا نريد للبلاد أن تغرق، خاصة في هذه الظروف. سننصحهم حتى تمر هذه هذا الوباء، ثم نعود للمعركة، لمعركة الوجود بين الشعب وبينهم. لكن في الوقت الراهن سننصحهم، ونصيحتي إليهم هي كالتالي: تستطيعون أن تحلوا كثير من المشاكل، راني قدمت لكم هنا أجزاء صغيرة، تستطيعون أن تحلوا كثير من المشاكل إذا اعتمدتم على روحوا للأحياء. راه عندكم في الدياراس راهي دايرة ملفات للناس النظاف، روحوا للأحياء وسألوا، أو روحوا لملفاتكم للدياراس، دارت لهم ملفات على أساس أنه هذو غادو خطيرين على النظام، لأنهم نظاف، لأنهم ما يأكلوش الرشوة، لأنهم ما يسكروش حتى وهم مسؤولين حتى يطيحوا. شكرا يا أبو أيمن. روحوا لهذاك الملفات، أو روحوا للناس في الشوارع، روحوا لكل شارع وقول لهم شكون هنا اللي ثقوا فيه، يخرجوهم لكم. لو تروحوا لكل حي يخرجوا لكم 5-6 أشخاص يقول لكم هاد الناس نثقوا فيهم. هذوك الناس هم الذين يعرفون كيف يديرون البلاد في هذه الظروف. ما هوش رؤساء البلديات اللي درتوهم جابتهم الدياراس قبل ما يجيبهم أصلا الشعب، ولا رؤساء الدوائر، ولا هؤلاء الولاد، مش هذون. هذون هم خارجين من إدارة عفنة، إدارة مرتشية، إدارة هاهو ويحيى قعد 26 سنة وهو رئيس حكومة، كيروح رئيس حكومة يولي وزير، وزير رئيس حكومة، ورئيس حكومة وزير، هاكم انتم ساجنينه. وسلال نفس الشيء، ومجموعة كبيرة من الوزراء، انتم باعترافكم انتم. يعني كيفاش يكونوا اللي صنعوهم هم؟ كيف يكونون؟ في وضع أبشع. إذا هذه الطريقة لكم تبعوا فيها طريقة خاطئة وخاطئة تماما. من القضايا الأخرى المرتبطة دائما بالأوضاع، قال لك يوم أعلنت وزارة الصحة الاثنين تسجيل 4 وفيات و73 إصابة جديدة في الجزائر، بشكل يرفع الحصيلة إلى 35 وفاة و584 إصابة. وحسب جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة الوباء، فإنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة. الأولى، سمعوا هذه مليح باش تعرفوا الكذب، 4 وفيات جديدة. الأولى لرجل يبلغ 59 سنة من العمر من ولاية بجاي، الثانية بولاية البليدة لرجل 69 عام، الثالثة والرابعة لوهران لرجل 67 سنة وامرأة 73 سنة. إذن عندنا 4 حالات وفاة، واحد في بجاية عمره 59 سنة، رجل أيضا في البليدة عمره 69 سنة، وفي وهران رجل عمره 67 سنة وامرأة عمرها 73 سنة. لكن لو شفنا بسرعة، هذه معلومات وزارة الصحة، الآن عندنا خبر يكذبهم علنا ومنشور في جرائدهم. ها
هذا الخبر راح نقرأ لكم من جريدة الخبر المنشور اليوم. أكدت عائلة الأستاذ الجامعي المتقاعد مزاري بن يونس أن هذا الأخير فارق الحياة منتصف النهار اليوم في مركز الحجر الصحي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر لوهران إثر مضاعفات إصابته بالفيروس، ويعتبر المرحوم أول ضحية لهذا الوباء في ولاية وهران التي تسجل 16 إصابة. كما أكدت نفس العائلة، يعني عائلة الأستاذ الجامعي المتقاعد هذا مزاري بن يونس رحمه الله، أكدت نفس العائلة أنها فقدت صهرها المرحوم نور الدين فصلة الذي لم يقاوم هو الآخر آثار الإصابة بالفيروس، وكان يخضع للمراقبة الطبية في مستشفى أول نوفمبر أيضا، حيث فارق الحياة نهار اليوم أيضا. إذن هذه عائلة أكدت وفاة رب العائلة أو واحد رجال العائلة وهو أستاذ جامعي متقاعد. خلينا نفترض، لأن وزارة الصحة قالت أن فيه واحد عمره 67 سنة من وهران مات، خلينا نفترض أن اللي مات هذا مزاري بن يونس هو هذا اللي أعلنوا عليه باش نحسبوه لهم. هم أين يوجد نور الدين فصلة؟ لماذا لم تعلنوا عن وفاة نور الدين فصلة في وهران؟ هذا دليل ثابت أنهم يكذبون، وأن الأعداد في الحقيقة أكثر بكثير، أكثر بكثير. الآن لا أحد يستطيع أن يعرف العدد بالضبط، هم يعرفون، وشفنا أنهم وصلوا إلى درجة أنهم يدفنوا الناس في الليل في المقابر في الليل. وفي هذه الواقعة الآن هما قالوا ربع وفيات، منها رجل في وهران. الآن الأسرة تؤكد أن توفى رجلان لهم، رجل ونسيب توفوا في وهران وفي نفس المستشفى وفي نفس اليوم. شيء آخر يثبت أنهم يكذبون، باش نعطلهم بالدليل، بالدليل مما ينشرونهم هم. احنا نعرفوا أن بالحيمر راهو سرب عليهم، يعني أعطيه ألف درهم ولا ألف دينار لهذا ما يسمى بالمواقع والجرائد، وكلهم راهم يستناو اللي دادا واللي يستنى، ولذلك يشكر فيهم بالحيمر. بالمناسبة كنت قبل قليل نشوف، قلت خلينا نشوف، لقيت رابط إلى وزارة وزارة بالحيمر، هذه وزارة الاتصال واللي هو ناطق رسمي باسم الحكومة كما تسمى. فقلت خليني نشوف وش منشور في هذه الوزارة. ها هو إخواني، هاي الصورة، وذاك نقرأ لكم وش فيها. ممكن نقربها أكثر هنا اليوتيوب باش تبان أكثر، ثم هاي هنا في الفيسبوك حتى وإن كانت تظهر بالمقلوب. وزارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاتصال، مينيستير كومونيكاسيون، وبعدين في على على ديناميزاسيون دي بروسيسيس دو ديفلوبمون دي سيكتور دو كومونيكاسيون ان فيكسون لوبجيكتيف بروفيسيوناليزاسيون دي سيكتور. يعني نشوف الكتيبة صغيرة. اخر تغريدة للوزارة متى؟ الاسبوع الماضي؟ لا، عندها أسبوعين؟ لا، آخر تغريدة في 28 جانفي، وفيها إن لله وإنا إليه راجعون. تلقى وزير الاتصال عمار بالحيمر نبأ سقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي 28 جانفي، إحنا اليوم 30 مارس، 62 يوم. آخر تغريدة للسيد اللي جاي يدير لا ديناميزاسيون ولا لا بروفيسيوناليزاسيون، اخر تغريده عمرها 62 يوم. يعني لو تروح لاي وزاره من وزارات الاتصال في العالم تجد تغريده تقريبا كل نصف ساعه او ساعه، او في اقصى تقدير كل ساعتين. احنا اخر تغريده للشالي بالحمر اللي جاء يحكينا بلي راه راح يجدد
وسيعطي دفعة في وزارته في التويتر عمرها 62 يوم. نعود نرجع للكذب نتاعهم، هاو دليل آخر على الكذب. فيه معركة قائمة في بوفاريك بين الدكتور يسمى دكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، وبين ما يسميه الدكتور نفسه أطراف تريد استغلال أزمة وباء كورونا لتصفية حسابات ضيقة مع شخصه. يبدو أنه هو يرأس نقابة أو هو موجود في نقابة، وعلى حسابه هو على حساب هذا الدكتور أن هناك نقابة أخرى تدير له في مشاكل، وأن راهم متضاربين في مستشفى بوفاريك. وراح حتى هو بدأ يشتغل من داره أمس، أول أمس الجمعة والسبت اشتغل من الدار، مش عارف إذا كمل من الدار. فهو يحكي الخصومات اللي موجودة بينه وبين النقابات والصراعات اللي موجودة. لكن اللي يهمني، مش راح ندخل في الخصومة هذه، لا أعرف تفاصيلها ولا تعنينا، وإن كان ربما مؤسف أن تكون هناك خصومات بين المتخصصين في الطب في هذه الظروف، كان المفروض أنها توضع كل الخصومات جانبا. لكن المهم خصومه يتهمون أنه متسلط وعنجهي ولا يسمع إلى آخر. لكن اللي يهمني في الموضوع هو الفقرة الأخيرة نقرأها لكم، وهذا الكلام أيضا جاء في جريدة الخبر. وبخصوص تطور المرض في البليدة، قال يوسفي إن مستشفى بوفاريك لوحده يضم اليوم أكثر من 200 حالة، وهو مطالب بمضاعفة العمل في ظل التطور التصاعدي للمرض. إذن في بشكل جانبي بشكل غير مباشر عرفنا أن العصابة تكذب، لأنه قالنا هذا هو المسؤول، هذا قلنا هو المسؤول عن الأمراض المعدية، يعني هو أهم شخصية في إطار هذه المعركة اللي قائمة اليوم في بوفاريك. هذا البروفيسور، هذا الدكتور يوسف، أكثر من 200 حالة في بوفاريك وحدها. بوفاريك ما هي إلا دائرة من دوائر البوليدة، في دائرة واحدة في البوليدة، وهي بوفاريك فيه أكثر من 200 مصاب. هم يقولون أن البوليدة كلها، خلونا نرجع نشوف الرقم. يقولون أن البوليدة كلها فيها 251. البوليدة كلها اليوم حسب تصريحات وزير الصحة، وزارة الصحة، فيها 251. الآن الدكتور يوسفي رئيس الأمراض، قسم الأمراض المعدية في المستشفى، يعترف بأن هناك في بوفاريك وحدها أكثر من 200. هذا دليل آخر، ومن جرائدهم ومن الناس اللي يشتغلوا معهم. وقال لنا هذا الخبر ما كانش باش يقول لنا الخبر، قالوا لنا في إطار الصراع، وقع صراع بينه وبين أطباء آخرين على ما يبدو، فخرجنا الرقم الحقيقي وأن بوفاريك وحدها فيها أكثر من 200. الحقيقة ليس هذا فقط، ففيه أيضا اليوم، مش عارف اللي عندي الخبر هنا، كان حتى تبون نفسه أرسل بتعزية، نعم موجود هنا، تبون يراسل. هذا الخبر كان انتشر قبل 4 أيام وهو منفاوه، وهو خبر وفاة سي أحمد مهدي رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانس فانون بالبوليدة. هم يقولوا باللي وفاته المنية اليوم، لكن كان الخبر هذا صدر قبل 4 أيام. في الحقيقة كان صدر قبل 4 أيام وهما نفاوه. على كل، سواء كان مات قبل 4 أيام أو مات الآن، تفقد الجزائر إذن هذا البروفيسور واللي كان في المواجهة في فرانس فانون. والحقيقة أنا في فرانس فانون وحدها
الأخبار أمس قالت أنهم على الأقل 35 ميت من هذا المرض في فرانس فانون وحده، في مستشفى فرانس فانون وحده. الكذب لن يوصلكم بعيدا. ما سيغضب الجزائريين؟ بدأ الغضب يتراكم ويتضاعف ويتزايد، ولكنه سيتضاعف أكثر فأكثر في الأيام القادمة، لأن اللي مش رايحين يسامحوكم. شوفوا الناس راهي تشوف المرض هذا موجود في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا، وراه داير دي رافاج. يعني إيطاليا راهي وصلت إلى حالات كارثية، الآن ثلثي الإصابات في العالم راهم في أوروبا، اللي بالمناسبة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. يعني بالضبط وإن كان يقولوا لهم الناس، وكنت واحد من هؤلاء الناس، غلقوا وقفوا على الطائرات اللي جاية من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والصين، توقفوا، وقفوا الموانئ البواخر، لا استوردوه الناس استيرادا. الآن هذه البلدان الثلاثة ونظامها الصحي بعيد الجزائر، لا يقارن، لا يقارن تحت أي ظرف كان وبأي مقياس. مع ذلك فيها كوارث حقيقية. نتمنى لا نصل إلى ربعهم ولا واحد في الألف منهم، لكن ها هاي البلدان اللي كنتم فاتحين الموانئ ذبابهم قاعد يقلف الحقائق، يقول لك أنتم قلتوا كمل الحراك. الحراكيون وأحرار الحراك ورجال ونساء، جزء منهم على الأقل، أعلن يوم الأحد 15 مارس على أن الحراك المسيرة ستتوقف. كان مقترح، لكن كانت الناس فهمت بأن عدد هائل من الناس اللي هما ناشطين بشكل قوي قالوا أن الحراك سيتوقف يوم 15 لحد 15 مارس. يوم 16 مارس كان جراد خرج وقال ما كاش مشكل، الناس اللي يحبوا يخرجوا يخرجوا، لكن فقط يأخذوا الاحتياطات نتاعهم. بمعنى يوم 16 مارس رئيس الحكومة نتاعكم كان يقول معليش كل الناس تخرج، وفقط يوم 17 مارس في المساء اللي أعلن تبونهم بأنه ستمنع المسيرات والاجتماعات. طبعا هدفهم الرئيسي كان الحراك، لكن الحراك كانت الناس اللي ماشية بقلبها فيه كانت أعلنت يوم الأحد، إذا قبلكم فما تقولوش. في مرات أيضا ذبابهم يكرر يقول لك كنتوا تقولوا ما كانش. نعم، عند لم يكن ما كانش هذا المرض قلنا ما كانش، عندما بدأ يظهر قلنا لهم مش فقط راه كاين، راه كاين ولازم تغلقوا الموانئ والمطارات خاصة من الصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. هذه البلدان الأربعة هي اليوم ضمن الخمسة الأسوأ في العالم إذا أضفنا لهم الولايات المتحدة. إذن كانت الناس عارفة وش تقول، وكانت الناس ثابتة على عما تقول. هذا على السريع قدمت لكم فقط باش نقولوا باللي راهم يكذبون وراهم يكذبون. هاني مرة أخرى نعاودها، راهو الناس تقدر تسامحكم في أشياء كثيرة، لكن مش راح تسامحكم في الكذب، مش راح تسامحكم تقولوا كلش لاباس. الناس متقاتلة على السميد في عدة أماكن، وأنا قدمنا لكم صور من الخروب في الشرق ومن العفرون في الوسط اليوم، وكاين أماكن كثيرة وانتم تقولوا كلش لاباس وكلش متوفر ولديكم الإمكانيات. أخرجوا بالحقيقة، يسامحكم الشعب ويتعاون معكم على إنقاذ البلاد. تبقوا تكذبوا، سنظل نفضح كذبكم، لأن الكذب نتاعكم هو اللي راح يغرق البلاد لا قدر الله، ونحن لن نسمح لبلدنا أن تغرق بإذن الله. حينما وصل تبون عن طريق دبابة القايد صالح، كانت البلاد بدأت تعرف حالة كارثية من الجفاف، عدم سقوط الأمطار. استمر الجفاف عندها فقط 10 أيام ولا 15 اللي بدأت الأمطار تنزل في أماكن أخرى. طبعا دمرت كثير من الزراعات خاصة اللي كانت تحتاج إلى المياه في نوفمبر وفي ديسمبر وفي جانفي،
ولكنه أيضا عندما وصل تبون، أنا لا أربط حتما بينه وبين وصوله وبين هذه الأحداث، لكن فقط أقول أنها مؤشرات. من بين المؤشرات جاء هذا المرض اللي أصاب العالم أجمع، وبالتالي أصاب بها الجزائر اللي هو يرأسها، لكنه غير كفء. ولكن أيضا جاءت كارثة أخرى وهي كارثة البترول. تعرفوا كم وصل البترول اليوم؟ وصل في جلسة سابقة اليوم تقريبا في منتصف النهار، وصل البترول اللي هو يعرف باسم الوسيط الأمريكي إلى أقل من 20 دولار. وحينما ارتفع في نهاية اليوم ارتفع إلى 20.40، أي أقل من 20.5 دولار. هذا أسوأ رقم منذ أكثر من 18 سنة. أما البرنت فقد نزل ب 8% ووصل إلى 22.85، أي أنه أقل من 23 دولار. تقريبا هو لوكو دو برودكسيون، هو ثمن الإنتاج. ثمن الإنتاج في الجزائر هو في حدود 15 إلى 16 إلى حسب الأماكن دولار للبرميل، وإذا أضفنا له شوية رشاوي هنا وهناك ندخله في 20 دولار يكلف. معناها الجزائر تبيع في البترول تقريبا باطل، أو قل بنسبة لا تتجاوز حسب بأسعار اليوم 3 دولار. من الأحسن أن يتوقفوا عن بيعه، لأن رانا نبرادوا في البترول تاعنا، رانا نضيعوا في البترول تاعنا، رانا نبيعوا فيه في أحسن الأحوال بثلاثة دولار صافي. مع ذلك رحت نقرأ في أحد المواقع موجود حوار مع الرئيس الجديد لسوناتراك، فقلت خليني نقرأ ما هي الاستراتيجية اللي راح يتبعوها. فقريت كلام نفسه معتاد عليه، يعني ليس هناك شيء جديد. فاجأني أنه في نفس المكان في نفس الموقع هذا الخبر: تعيين 8 نواب جدد للرئيس المدير العام لسوناتراك. عين الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك لمجمع سوناتراك توفيق حكار اليوم الاثنين 29 مارس، يعني 30 مارس مش 29، 8 نواب له في إدارة المجمع. ويتعلق الأمر محمد سليماني نائب رئيس مكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، فتيحة نفاح نائب رئيس مكلف بالتسويق، جلالي عبود نائب رئيس مكلف بالمالية، زرداني رشيد مكلف بالاستراتيجية، الآخر 8 نواب. بمجرد ما يكون نائب معناها استناوا أنها الدخل نتاعو لا يقل على 60 مليون للشهر، خلاف لورو والدولار، خلاف لي فواياج للخارج، خلاف لي فريدنيسيا، خلاف الفيلات اللي تعطالو ولا لابارتمون غرون ليكس، خلاف السيارات، خلاف هاي كيف تواجه الجماعة الفاشلة انهيار سعر البترول في كل مكان في العالم. طبعا ممكن يطردوا الناس البسطاء يطردوهم، لأن ما عندهمش مصحاء. هؤلاء أصبحوا كلهم نواب الرئيس، تخيلوا 8 نواب للرئيس. وين رايحين هاد الجماعة؟ أي إدارة هذه؟ أي إدارة؟ أي فشل هذا؟ كان المفروض في هذا الزمن بالذات أن يكون رئيس ويكون عنده نائبين ليس أكثر، نائبين ليس أكثر، وإذا أمكن تخفض درجات وتخفض الشهريات والامتيازات اللي تعطى لكبار المسؤولين. ماذا تنتظر يا تبون لكي تعلن على الأقل تخفيض ب 50% لكل الذين يحصلون على أكثر من 20 مليون؟ ماذا تنتظر؟ كاين الناس راهي تحصل 5 ملايين، راهم أطباء، راهم يضربوا، راهم هما الآن مواجهين.
ومعاهم الممرضين والممرضات اللي ما حصل قل من 5 ملايين، ومعاهم السواق اللي زومبيلونس والحراس والمساعدين اللي قاعهم ربما قل من 4 ملايين، اللي راهم يواجهوا راهم يدوا في الفوتات بالمقارنة مع ما تعيشه الجزائر. كبار القطوطة البيك فاتس هذول البيك كاتس، كبار اللصوص اللي متواجدين في أعلى الهرم، وزراء نواب الوزراء ومنع عمون ولات ومنع عمون رؤساء الشيف مانيش عارف تاع لابوليس الشيف تاع جدارمية الجينيرو هؤلاء المدراء تاع الشركات نواب المدراء تاع الشركات، أقل واحد يدي 30 مليون، أكثرهم يدوا فوق 60 مليون. النوان هذو نتاع نتاع ما يسمى من الشعب الوطني تجار المخدرات والحلاقات وما شابه على استثناءات قليلة، أقل واحد يدو 30 مليون ومعاهم السيارات والامتيازات. ماذا تنتظر يا تبون لكي تعلن أنه في هذه الظروف اللي البترول انخفض بأكثر من 50% وفي ظروف الوباء العالمي وفي ظروف أماكن وين الناس يجوعوا وفي ظروف وين الناس تدازع على السميد وتقاتل عليه وفي ظروف وين الناس ما زالت بعد أشهر تغرق في شكارة حليب، في هذه الظروف على الأقل انهبوا النص مما تنهبونه باسم الأجور. قمة اللصوصية وقمة القذارة أن تكون الأسعار تتهاوى والناس في كل أماكن في العالم تخفض من أجور المسؤولين وتتقدم للفقراء بالمساعدات والمساكين، وانتم ما زلتم في برجكم العالية وتروحوا تزيدوا تطلبوا المال من عند الناس. يومكم سيكون لن تطلع فيه شمس إذا استمريتم بهذه الطريقة، لن تطلع فيه شمس يومكم. مرة أخرى أجدد وأذكر أنكم ترتكبون أيضا جريمة أخرى، مرة أخرى أجدد من هنا وعندي عدة أيام وأنا أذكر بها، راح فيه أكثر من 60,000 مسجون في الجزائر، بعض تقديرات تقول 80,000. أطلقوا الصراح، أطلقوا الصراح. أولا الرهائن اللي اليوم نقرأ في تقرير لما يعرف بالسي ان ال دي تحدثت على أنهم في حدود 1200. سي ان ال دي هي اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، نسموهم في الحقيقة مش لي ديتوني، لي زوتاج. لو كان جات ليا نغير اسم اللجنة هذه ونسموهم لي زوتاج، هادو سي دي زوتاج، ما همش معتقلين او مسجونين اعتقال، هؤلاء احرار البلاد وعلى رأسهم اخواننا من عبد الله بن نعوم الى ياسين الخالدي إلى مصطفى قيرة إلى إبراهيم الإعلامي إلى إبراهيم دواجي إلى كريم طابو إلى رشيد إلى سمير بالعربي وإلى كل إخواننا من نعرف ومن لا نعرف، من سمعنا بهم ومن لا نسمع بهم. تحياتنا إليكم، فأنتم أحرار البلاد وتساهمون في تحرير البلاد. أخونا رشيد نجاز بطبيعة الحال. إذن تحدثت على أكثر من 1200، يجب إطلاق سراح هؤلاء حالا وإطلاق سراح المرضى وكبار السن الذين لا يخشى عليهم من المجتمع كيف ما كانت محكوميتهم، وإطلاق سراح الذين معتقلين تحفظا ولم يصدر أي حكم ضدهم، وإطلاق سراح أصحاب الأحكام الخفيفة. راهي منظمة الأمم المتحدة الآن طالب بهذا أيضا. يجب أن لا يبقى في السجون إلا
كبار اللصوص، وهنا أذكر بالاسم ويحيى وأمثاله وسلال وتوفيق وطرطاق وكل القائمة تاع كبار القتلة واللصوص المجرمين هذم، ومن يخشى خطره على المجتمع، قاتل قتل أكثر من مرة، تاجر تاع مخدرات يتاجر طول الوقت، المغتصب أطفال أو مغتصب نساء، هؤلاء يمكن وضعهم وحجزهم بطرق لا يصابوا بهذا المرض. ما عدا ذلك يجب إطلاق سراح المعتقلين الرهائن والمساجين، لأن أيضا قد تحدث فيه كوارث. وراه لدي معلومات أن في أحد، ما نقولش السجن باش ما نخوفش الناس، لكن في العاصمة دخل الكورونا إلى هذا السجن في العاصمة، سجن كبير، وفي أخبار على أن أحد الجنرالات قد هلك، في البعض يقول جبار مهنا وفي البعض يقول سعيد باي في السجن العسكري. في السجن العسكري في البوليدة دخل المرض، وفي أحد كبار السجون في العاصمة دخل المرض، وربما يكون انتقل الآن لسجون أخرى. هذا مرض لا يطلب الإذن، يدخل على الطاغية كما يدخل على المظلوم، يدخل على الرئيس كما يدخل على الحارس، يدخل على الوزير كما يدخل على الذي ليس له عمل. الحمد لله أن تساوى البشر في هذا الوباء، في هذا البلاء. وشنقريحة قال لك غدا رايح للبوليدة في زيارة تفتيش، انت تشوفه في الصورة منتهي، ميت ميت شنقريحة، جنرال شكريح قائد الأركان بالنيابة، مازال ما عينوش قائد أركان لأنه يعني مازالوا متضاربين. يعني في أخبار على طرد الجنرال اللي كان ماسك، في مجموعة أخبار حول الجنرالات، ما حبيتش نزعجكم بها أيضا ولا ضيعوش وقتنا فيها، لكن في مجموعة أخبار حول الجنرالات، عزل اللواء بشار واستخلافه باللواء قايدي، ستتم إطاحة ببوسي قائد المسؤول القضاء العسكري، والإطاحة بن جلول مسؤول الصحة العسكرية، وصراعات أخرى على المناصب بيناتهم. لكن شنقريحة قالك غدوة رايح إلى الناحية العسكرية الأولى بالبوليدة، معناه يزيدوا يضيقوا على أهل البوليدة لأن الحراسات ومانيش عارف إلى آخره. وبعدين قال لك تفتيش، تفتيش ماذا؟ معناه راح توقفوا العسكر، توقفوا الجنود، صف الجنود والضباط بالمئات ربما بالآلاف باش يأدوا التحية وباش تمر عليه تفتش معه في زمن الوباء، في زمن راكم تقولوا للناس وداخل البوليدة بالذات ما تخرجوش، بصح انت تخرج العسكر وتمر عليهم باش تبان هكذا باش تنتفخ وتبدا كانك تفتيش، وهما واقفين واحد جنب واحد وفي استعداد، معناها يا المرضى رواح لي ولا نجيك، خلونا من هالتهريج كما تهريج وزير التجاره اللي راح ما كفاهش تهريج اللي يديروا في التلفزيونات، راح ينقل في خبر على الذباب على صفحات ذبابيه بان منظمه الصحه العالميه قالت بان الجزائر تمكنت من التحكم، اضطرت المنظمه ان تكذب هذا الخبر. إذن شنقريحة أحكم دارك، ولا روح لمكتبك وخلي أبناء الشعب اللي راه يعاني. وبالمناسبة مرة أخرى نقول لكم، الناس اللي ما تحتاجهمش في الثكنات مش ضروري يطلقوهم يروحوا، راهم يمرضوا عندكم وراهم ممكن ينقلبوا عليكم. إذا بدات لا قدر الله الموت تمس الثكنات أو السجون، فإن أتوقع أن يحدث انقلاب ضدكم، لأنكم تعرفوا المرض وماسكينهم، وماسكين تاع البيري وماسكين تاع الدرك وماسكين بالمئات في الثكنات، ولا ماخذين احتياطات ولا يحزنون. قبل أن أختم
أريد فقط أن أقول لإخواني بالفعل المغامسي اللي ذكرته أول أمس هو خطيب كما هو معروف وليس قارئ، فقط كنت أخطأت ما بين كلمة الخطيب والقارئ. وبالمناسبة يقول الخبراء من أن عندما يتحدث إنسان ساعة فإنه يقول ما بين 10,000 و12,000 كلمة، فإذا أخطأت في كلمة ولا اثنين اعذروني إخواني، فأنا على الأقل في كل ساعة تحدث ما لا يقل عن 10,000 كلمة. ربي ثبتنا بها الأجر ويجعلها في سبيل خالصة، ويجعلها في خدمة البلاد وفي خدمة المستضعفين وفي خدمة الناس جميعا، وأن يجعلنا من الذين يفتحون أبواب الخير ويغلقون أبواب الشر، وأن نكون من الذين يسعون في خير الناس، كل الناس بلا استثناء، وأن نبقى على العهد ثابتين بقول الحق حتى ولو انزعج حتى المقربين منا، حتى ولو غضب حتى المقربين منا. سنظل بإذن الله، سأظل ثابتا على قول الحق وعلى ما فيه الحق وما أعتقد أنه الحق حتى آخر نفس. وأخيرا أذكر مرة أخرى أن الشعب الجزائري شعب مسلم، وأن يجد راحته، الأغلبية من الجزائريين يجدون راحتهم في الدين، فخلوا المساجد تقرأ القرآن وتقيم الدروس المسجلة، خلوها تذاع عبر المكبرات، تقسم كل مدينة في الأحياء مسجد على بعيد على أخوه على 3-4 كيلومتر مسجد آخر وهكذا، باش ما تختلطش الأصوات، ويقرأ القرآن وتذاع الدروس وترفع معنوية الناس. كثير من الناس سيخرجون مصابين بأمراض أخطر من هذا المرض، من هذا الوباء، لأنهم الآن في حالة هلع وفزع وجزع. فخلوا رحمة ربي تنزل على الناس، وخلوا المساجد تقوم بدورها ولو في أضعف الإيمان، بدرس يلقيه الإمام هنا أو هناك. وطبعا ليس هناك خير من كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حي الله أحرار البلاد في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.